الرئيس مبارك، هل ممكن يطلع من الحبس الاحتياطي ولا ممكن ياخد براءة ولا لا؟ ايه رأيك انت؟ احنا يا ريت يطلع والله، ويا ريت ياخد براءة، على الأقل هو كان أرحم من مرسي بجد والله. يعني مرسي فاهمني، وقعدنا في حاجات كتير ما عملش منها أي حاجة، والبلد كل مادة في النازل مش في الطالع. الأسعار بص حضرتك، الأسعار بقت عاملة ازاي، الأكل والشرب كله غلي، الناس فاهمني مش لاقية شغل، المرتبات تعبانة، خلاص ضايع البلد بصراحة. يعني كنا متفائلين فيه خير وكده، هو لقيناه حاجة تانية خالص بصراحة. يا ريت، احنا بص احنا بنتمنى كده يوم من أيام مبارك اللي احنا فيه دوت، يا ريت مبارك والله، ويا ريت أيامه، ويا ريت يخرج ويرجع للحكم تاني. يعني لو محمد مبارك يعني حكم عليه، يعني الراجل ما عملش حاجة وحشة 10 سنين الأخر ده، مش في حياته أساسا، اللعبة كلكم من الناس اللي حواليه. محمد ياريت يرجع تاني، محمد حسني مبارك يعني احنا عشان يرجع تاني لنا، كان حامل بلد، يا ريت يحمي البلد تاني، كان في امن وفي امان وكان في استقرار. النهارده ولا في امن ولا في امان ولا في استقرار، وفي خراب بيوت للناس. يا ريت نشوف ايام مبارك تاني بره السجن، ريت نشوفه بره السجن، يعني الناس احنا نستريح نفسنا. انا نفسي يطلع ويمسك البلد تاني عشان يلم الشعب ويلم البلطجه اللي بقت البلد فيها دي، لان يعني بصراحه كده حرام اللي بيحصل فينا ده، حرام. انت قلت دخلت في عملوا ايه هم من ساعه ما مسكوا؟ انا عاوز اعرف بس الحكايه، يا ريت هو يرد عليا. مرسي بيه، انا عامه مش موافق شخصيا ما اطلعش. ليه بقى؟ هقول لك ليه، لان اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. انت لو ليك اخ مات ما افتكرش انك ممكن تكون توافق انه يطلع، صح كده؟ ليه؟ ما غيره قتل ولسه قاعد بيحكم. انت مع خروج الرئيس مبارك من الحكم؟ مع خروج، مع رجوع الحكم تاني كمان، مش خروجه بس. طب ليه يرجع للحكم؟ ها؟ ليه؟ انه احسن من غيره، احسن من الموجود حاليا. هو ان شاء الله يطلع براءة. انت واثق ليه من البراءة؟ يعني هو اعتبر احسن من غيره، يعني اديك شايف الاوضاع من بعده وايه اللي حصل. ايه انت شايف الاوضاع اسوأ من الاول؟ اسوأ. طب أسوأ فيه؟ إيه اللي حصل بخليك شايف إن هو الوضع سيء؟ يعني الوضع سيء، أديك شايف يعني الأوضاع الدرب متظاهرين ومفيش أمن ولا أمان، وأديك شايف. يا عم ما خلاص بقى، عفو الله ما سامح يعني، بس إن كان في أموال منهوبة ترجع، كان في أموال منهوبة ترجع، وربنا يصلح الحال. وبعدين إن شاء الله كده إحنا مع الجيش برضو، وروحنا ودمنا اللي يجي على الجيش احنا نخرق له عينيه الاثنين، ان كان فصيل اسلامي ان كان فصيل عفاريتي ان كان من اي جهه، احنا مع الجيش واحنا فدا الجيش. هو القضاء هو اللي يحكم مش الشعب. الناس ليه مش راضيه باحكام القضاء فوق؟ يعني شايف ده بيحصل ازاي؟ الناس كل شويه تتهجم على دار القضاء، كل شويه تعمل، كل شويه تقول مش راضيه بالاحكام. والله هي الناس صراحه يعني الله يكون في عونها، بالنسبه للي بيحصل في البلد يوميا يعني هم اليوم عذرهم برضه، لكن هو المفروض هو القضاء يسيب الحكم للقضاء. ايه اللي ممكن يتعمل عشان يصلح البلد؟ نعم، ايه اللي ممكن يتعمل عشان يصلح الحال ده؟ لا ده حاجات كتير، حاجات كتيره ناقصه، وربنا هو المعين، يعين الرئيس ويهدي الشعب، لان ده واقف حاله. كل ما يقوم كل شويه بثوره وكل شويه بمسيره بيوقفوا حال الناس وبيعطلوا كل ما يخطر على البال في البلد. فاحنا مش عايزين كده، عايزين استقرار، عايزين امن، هو ده المفروض. انا نفسي الرئيس مبارك يطلع ويمسك الحكم، لان هو فعلا رئيس، واثبت لنا ان هو رئيس فعلا، لان هو من بعد الترحي بتاعه احنا في اسوأ، والبلطجه والمشاكل وحاجات كتيره وحشه، على الاقل احنا كنا عايشين
في أمن وكنا بنكسب وكنا مرتاحين وكنا كل حاجة كويسة. إنما من بعد هو اللي حصل الثورة ده إحنا بيبقى خايفين وإحنا ماشيين. التوقعات غير الأمنيات صراحة. الأمنيات إن هو ما ينفعش إن هو يطلع براها خالص طبعا، لكن التوقعات إن إحنا لازم نرضى كده كده بأي حكم، لازم نرضى بأي حكم قضائي يعني. بس إن شاء الله الحكم قضائي يعني أساس العدل، وإن شاء الله العدل من عند ربنا إن هو ما ياخدش براءة إن شاء الله. ليه بقى؟ يعني ما ينفعش ياخد براءة، لأن 30 سنة ذل وعذاب ومرار من كل مكان ومن كل اتجاه، ما ينفعش ياخد براءة. أنا عشت 7 سنين في السعودية، إحنا كنا بنتعامل معاملة غير. كنت تتكلم مع واحد أول ما تروح للشرطة خلاص، فلو ليك حق مش هتاخده، الحق ليه هو. شوف هم ازاي في بلدهم كان بياخدوا حقهم، واحنا اساسا هنا ولا كنا عارفين ولا ناخد حقنا هنا جوه ولا بره. شكرا.